السلام عليكم يا شباب. طبعا من المواضيع أيضا المهمة عندنا اليوم هي موضوع إضافة الـ ING. إضافة الـ ING طبعا من المواضيع المهمة اللي دائما تجينا بالامتحان وتكون صراحة مميزة فيما يخص الأسئلة مالتها، لأنه أغلب الأسئلة اللي تكون عليها أسئلة سهلة جدا، إحنا ما علينا أنه فقط نركز على شنو الآلية مالتها. أضافت الـ ING إلى ثلاث قواعد. هاي الثلاث قواعد، القاعدة الأولى اللي إحنا محتمديها طبعا تضاف الـ ING إلى أغلب الكلمات باللغة الإنجليزية في سبيل أنه تدل على الاستمرارية، أو بعض الأحيان تحول الأفعال إلى أسماء. لكن طبعا مثل إيش هذا الشيء؟ مثلا عندك كلمة read، يقرأ لما أقول read خلي لها ing معناها مستمر بالقراءة، هالشكل هذا. زين، أكو عندنا ملاحظة اثنين، إذا الكلمة تنتهي بحرف صحيح، كنا حروف الصحيحة للمعلومة، حروف الصحيحة هي كل حروف اللغة الإنجليزية عدا حروف العلة. الحروف الصحيحة هي كل حروف اللغة الإنجليزية عدا حروف العلة، اللي هي من حروف العلة الـ A الـ E الـ O الـ U الـ I، هذان يسمونهن حروف علة. إذا الكلمة تحتوي على جميع حروف اللغة الإنجليزية عدا هذن يسمونه حروف صحيحة. قاعدتنا شو تقول؟ الكلمة اللي تحتوي بالأخير على حرف صحيح قبله حرف علة واحد، لازم شو يكون النتيجة مالته؟ منا النتيجة لازم يكرر هذا، أو هي هاي الفكرة. طيب مثل إيش؟ على سبيل المثال مثلا عندنا كلمة السوم، باوع السوم انتهت هنا بالأخير بحرف صحيح قبله حرف علة، هاك شوفه هذا حرف علة. ما دام انتهت بحرف صحيح وقبله حرف علة، أنا من أريد أضيف له ING شو أسوي؟ باوع السوم تنزل، لازم أكتب الأم مرتين، أكرر الحرف الأخير ونضيف ING هالشكل هذا. مثلا مثال آخر، كلمة مثلا run نفس الحالة، انتهت بحرف صحيح حسب القاعدة اللي ذاكرها هاي، شوفها حرف صحيح وقبل حرف علة، لازم أنا شو أسوي؟ أكرر الحرف الأخير. باع الرن شلون تكتب؟ الآر تنزل والآن أكتبها مرتين وضيف الـ ING. هاي الملاحظة الثانية طبعا، وهاي الملاحظة تعتبر من الملاحظات المهمة. زين، عندك الملاحظة ثلاثة. ملاحظة ثلاثة، الكلمة إذا تنتهي بحرف الإي أنا بإضافة الـ ING لازم الإي أحذفها. مثل إيش؟ مثلا عندك كلمة كم يأتي، يقولك ضيف لي إياها الـ ING، أنا أقول لك كم تنزل هيك وضيف من يم الاي ان جي بس الايش بيها احذفها بهالشكل هذا هيك. زين، عندنا مجموعه امثله هسه راح نتطرق لها بالكراسه. طبعا هي اهم الملاحظات. اكو ملاحظه رابعه بالامكان تاخذ السكرين هذه. اكو ملاحظه رابعه. ملاحظه الرابعه شنو اللي تقوله؟ يقول كلمه ذات تنتهي باي اي، الاي اي هذن اثنيناتهن الحرفين المن احولهن الى حرف الواي واضيفن اي ان جي هالشكل هذا. خلينا نشوف بالله اهم التمارين اللي موجوده على هذا الموضوع. طبعا التمارين موجوده علي تمارين مهمه وسهله جدا. عندك هنا دك هنا هذه التمارين، حالك هو تقريبا ثلاثة، باوع read reading خلالها ing، swim swimming، come coming، باوع. هسه عندك الرين
يمطر raining ing بهالشكل هذا صير. زين الوير wearing بس ing think ايضا بس ing thinking. زين shine باوع انتهت بإي انا لازم شو اسوي لها احذفها الإي shining smoke نفس الوضعية السموك شوفه smoke اشيل الإي احذفها هاي انا هم احذفها واضيف ing. زين الهاف الهاف هنا نفس الحالة هاف تنزل واضيف ing take نفس الوضعية taking wait باوع waiting get باوع ها هنا انتهت بحرف صحيح وقبل حرف علة لازم يكرر الحرف الأخير نفس ما ذكرتها ونضيف الـ ing كررنا التي مرتين. stop نفس الحالة انتهت بحرف الـ p حرف صحيح وقبل حرف علة لازم أكرر الـ b مرتين وأضيف ing. run نفس الوضعية انتهت بحرف صحيح وقبل حرف علة لازم يكتب مرتين وأضيف ing. begin نفس الحالة begin beginning هيش بهالشكل هذا الجواب مالنا يكون. طبعا هنا عندك هم من التمارين المهمة choose the correct form choose the form of the verb. هنا شلون نميز المضارع من المضارع من المضارع المستمر. طبعا هنا فد معلومة انه المضارع المستمر اكو الى ظروف معينة هاي الظروف بالامكان انه نعرف بها انه هاي الجملة هي جملة مضارع مستمر. لكن هسه احنا خلي نركز ان فقط على اضافة الاي ان جي تكون افضل. هسه هذه مجموعة امثلة بالامكان انه تستفاد من عدها. اتمنى لكم